أهلا بكم. وجه الطفل خالد نجلي المصور الصحفي حسام الصياد رسالة إلى والديه في محبسهما بمناسبة رأس السنة الميلادية، وقال خالد أنه يتمنى خروج والديه من المعتقل وعودتهما سالمين. وعلقت صفحة الحرية لسلافة وحسام أن آخر رأس سنة قضاها حسام وسلافة مع خالد كانت في ديسمبر 2018، وآخر مرة خالد رأى والديه كانت في نوفمبر 2019. خالد بيستقبل عام 2021 وحيدا من غير أبويه وحضنهما. ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ انت كويسة؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة رأس السنة. عايزة اقول لكم حاجة. الحكاية انه انا حاسس ان انا بحلم انه انتوا سافرتوا، وانه انا ان شاء الله لما اصحى هلاقيكم رجعتهم بالسلامة ان شاء الله. وكمان عايزة اقولك حاجة كمان، هي الحاجة هي انه انا انه فكرة الاغنية بتاعت لو طالت المسافات، خليها لك، انا حفظتها. لو طالت المسافات وبعدتنا الايام، ما بينا في حاجة تبين الاهتمام، من قال ان التلاقي لقوا سلام بالايد، في قلوب بتحسي بينا لو حتى من بعيد، دايما جوانا كمان قصص محتاجة تتقال. كل سنة وخالد بخير ويعود والديه، وكلام يعني يقطع القلب لمن يشاهد. ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول المحامي والناشط عادل سليمان. أستاذ عادل، أرحب بك. يعني هذا الطفل المتفائل المبتسم بصراحة يعني هزم كل قيد بالنسبة لوالدي. تعليقك على ما استمعت إليه. يعني كل سنة وكل الناس طيبين. رسالة بتزعل. يعني اتمنى يا خالد انك فعلا تنام وتفتح عينيك وتلاقي سلافه وحسام جنبك، وانه السلام يكون بالايد ويكون بالاحضان ويكون بانك تبات في حضن امك وابوك. يعني اتمنى ان ده يحصل. ورسالتك يعني بتهز الوجدان يا ابني والله، بس يحكمنا شويه يعني ناس بدون قلب، قدماء الرحمه. القانون المصري يا استاذ احمد بينص انه لو في عقوبه نهائيه على الوالدين انه شخص يقضيها، ثم لما يخرج الفرد الثاني يقضيها حرصا على مصلحه الطفل، وده في حال وجود عقوبه نهائيه واجبه النفاذ لا يمكن الطعن عليها. لكن احنا دلوقتي قدام نظام بيحبس اب وام احتياطيا، تدبير احترازي عن امر ربما يكون موجود او غير موجود. والتدابير يعني النصوص القانون بتتكلم على انه الحبس الاحتياطي موجود لو المتهمين يقدروا يغيروا في اداه الجريمه، لو يخشى فرارهم، لو ممكن ياثروا على مجموعه من الشهود. لكن احنا قدام جريمه ما حدش عارفها اصلا لحسام وسلافه، زيهم زي كل الصحفيين المحبوسين في مصر. نعم استاذ عادل سليمان، يعني بالنظر الى الجريمه التي ارتكبتها سلافه مثلا، يعني الحديث عن مشاركه جماعه ارهابيه، سلافه التي تظهر في الصور ترتدي قميص منتخب مصر او قميص رياضي لمنتخب مصر هي وزوجها وابنها، ذهبوا جميعا ليشجعوا منتخب مصر. هذه متهمه بالانتماء الى جماعه ارهابيه. ايضا من الاتهامات اساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تعليقك على مثل هذه الاتهامات التي يعني حبست المصوره سلافه مجدي وزوجها حسام الصياد، وأبقت هذا الطفل البريء الذي يعني رغم ابتعاد والديه ما زال مبتسما ومتفائلا. يعني تعليقك على مثل هذه الاتهامات تحديدا. هذه الاتهامات هي اصل الازمه. يعني انه هي اتهامات ليست جرائم. يعني لا، يعني عند حدوث جريمه وتوجيه اصابع الاتهام لشخص ما، يجب ان يعلم هذا الشخص بالجريمه وركنها المادي والمعنوي اللي لو اكتملوا تتحقق الجريمه. فلما اقول لك انه انت منتمي لجماعه ارهابيه، لازم اقول لك ما هي هذه الجماعه. ولما اقول لك ان انت بتساهم مع الجماعه الارهابيه في
هز نظام الحكم او العبث بنظام الحكم او قال نظام الحكم او ايا كان، لازم اقول لك دورك ايه. هل انت عضو في هذه الجماعه بشخصك؟ وده كلام قلته هنا عشرات المرات على هذه الشاشه وغيرها. هل عضو بتحضر يعني ايه منصبك التنظيمي في هذه الجماعه؟ ايه دورك الاداري؟ هل انت بتجمع تبرعات؟ هل انت بتنقل رسائل؟ هل بتنشئ محتوى؟ يعني ايه الفعل اللي انت بتعمله علشان تكون عضو في هذه الجريمه؟ يعني المافيا ما بتقبلش واحد عشان هي بتحبه او هو بيحبها، لازم يكون له دور. العصابات ما فيش واحد محب لعصابه ما فالعصابه هتقول اه واحنا كمان بنحبه، لازم يكون له دور ما. ايه هو الدور اللي بتقوم بيه سلافه او حسام وتم مواجهتهم بيه في التحقيقات؟ ما فيش. ده زيهم زي كل الصحفيين وزي كل السياسيين المحروفين المعارضين للنظام المصري. استاذ عادل سليمان، سؤالي الاخير حول هذا الطفل البريء بهذه الرساله البريئه، يعني هل من الممكن في بدايه عام جديد ان يستجيب النظام المصري لهذا الطفل حفاظا عليه وعلى حتى انتمائه وحبه لبلدي؟ هل من الممكن ان يستجيب النظام وحتى يعني يفرج عن والدتي عن والديه الاثنين، حتى لا يخرج مثل هذا الطفل يعني ناقما على المجتمع وعلى وطني؟ يعني بعيدا عن المجتمع وعن الوطنية وعن الوطن وعن الطفل وعن الطفل ده هيبقى ازاي بعد 10 سنين من النهاردة؟ ألا يوجد في هذا النظام رجل يتمتع بالرشد؟ أنا أناشد كل عاقل، كل إنسان، كل أب في هذا النظام، كل أم النهاردة بليل جوزها مسؤول عن حبس والدي هذا الطفل، إنها تقول له حرام، إحنا ما نرضاش ده على ابننا، ما نرضاش ده على حفيدنا. اللي بيحصل ده أمر انتقام خارج اطار المنطق. يعني فكره ان انت تنتقم من اب وام في انك يعني تترك ابنهم وحيدا، ده القانون نفسه لو انت مجرم ومتهم وصادر عليك حكم ما ينفعش تحبس الاب والام في نفس اللحظه. فاللي بيحصل الوقت ده لو ده مجرم جنائي قام بجريمه جنائيه تستوجب الحكم على الاب والام، لازم يحبسوا ده ثم ده. ما في يعني اللي بيحصل ده بره اطار الانسانيه، بره اطار الدستور، شكرا، بره اطار الرحمه، بره اطار العدل. بنناشد اي عائل، اي انسان ان يستجيب لخروج احد الابوين، خرجوا واحد. شكرا لك. اي حاجه انسانيه نرجوكم يعني. محامي والناشط عادل سليمان، اشكرك شكرا جزيلا. أعلنت منصة نحن نسجل ومركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن المصري صفوة الشامي أمس الخميس إثر إصابته بفيروس كورونا، وقالت المنصة أن المواطن صفوة الشامي بعد نقله من سجن شبين الكوم العمومي إلى مستشفى الحميات بشبين الكوم توفي بعد تفاقم حالته وهناك فارق الحياة. ونفت وزارة الداخلية المصرية على لسان أحد متحدثيها أن المعتقل صفوة الشامي توفي بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وقال المصدر لوسائل الإعلام المصرية إنه توفي لأسباب تتعلق بأمراض مزمنة وتم عرضه على اللجان الطبية أكثر من مرة وأنه نقل إلى المستشفى قبل يومين من وفاته. والشامي ثاني حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في ديسمبر عام 2020، والحالة 73 والأخيرة خلال عام 2020. ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الناشط الحقوقي هيثم غنيم. أرحب بهيثم. يعني يبدو أنه هناك حالات إصابات بفيروس كورونا داخل السجون وبالدليل وفاة صفوة الشامي، تعليقك على هذا؟ نعم، للأسف وفاة أستاذ صفوة الشامي لم تكن وفاة عادية، بل كانت للأسف صاعقة على جميع المهتمين بالشأن الحقوقي، ليس فقط لوفاة شخص مواطن مصري داخل المعتقل في مصر، ولكن لأنها تعني عودة انتشار فيروس كورونا داخل مقرات الاحتجاز في مصر، وهو ما يمثل خطر شديد على جميع المحتجزين داخل تلك المقرات، بل وأيضا على أفراد الأمن المتواجدين داخل تلك المقرات والذين يخرجون ويقومون بالاختلاط بأسرهم بعد ذلك. بعد غياب شهور طويلة جدا عن تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، تعود حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس والوفاة الناتجة عنها في اليوم الأخير من شهر ديسمبر 2020 بوفاة الأستاذ صفوة. هيثم غنيم،
يعني انت يعني انت قلت انه يعني بعد غياب فتره طويله، ربما وزاره الداخليه قالت على لسان احد متحدثيها انه صفوت الشامي لم يمت نتيجه فيروس كورونا وانما امراض اخرى. تعليقك على نفي وزاره الداخليه. يعني البيان كالعاده مثير للغثيان لسبب بسيط جدا، يعني لانه لا يحترم المواطن المصري بشكل عام. الاستاذ صفوت توفي داخل مستشفى العزل في مستشفى في شبين الكوم بعد نقله من سجن شبين الكوم. بيان وزارة الداخلية كان صادقا في شقة من البيان عندما قال أنه تم نقله إلى المستشفى، ولكن البيان لم يذكر أنه تم نقله إلى مستشفى العزل، مما يعني أن الوزارة كانت تعلم أنه مصاب بفيروس كورونا، بل وأنه في الحالة في الساعات الأخيرة من الإصابة بهذا الفيروس، نظرا لتأخر نقله لأكثر من 10 أيام منذ إصابته بالفيروس داخل السجن، وهو ما يعني أن الفيروس متواجد ومنتشر داخل. وهذا السؤال الأخير سيد هيثم غنيم، ماذا لديكم من معلومات كحقوقيين وكناشط حقوقي حول انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تحديدا في الموجة الثانية في مصر بعد ارتفاع أعداد المصابين؟ للأسف وزارة الداخلية وتحديدا مصلحة السجون المصرية منذ شهرين بتقوم بشن حملات مكثفة على جميع مقار الاحتجاز والسجون في مصر لضمان عدم خروج أي معلومة وتوثيقها من قبل الحقوقيين، ولكن ورغم ذلك جاءت وفاة أستاذ صفوت شريف شامي لتثبت ما لدينا من أنباء عن بدء انتشار حالات الفيروس داخل على الأقل حتى الآن داخل مقرين من مقرات الاحتجاز في السجون المصرية، وهو سجن شبين الكوم العمومي وأيضا سجن المنيا شديد الحراسة. ولكن كما قلت لك هي فيما يخص سجن المنيا هي ما زالت معلومات غير مؤكدة لنا حتى الآن، ولكن بما يخص سجن شبين الكوم هي معلومات مؤكدة وخصوصا بعد وفاة الأستاذ صفوت الشامي. نحن هنا لا نتحدث المكيدة مع النظام المصري، يجب أن يعلم النظام والمدافعين عنه هذا، بل نحن نتحدث من منطلق الحرص على جميع أفراد الشعب المصري ومنهم أفراد الأمن المكلفون بحماية السجناء، لأن لديهم أسر، لديهم آباء وأمهات، يجب أيضا أن يخشوا عليهم من الإصابة بالفيروس. الحقوقي هيثم غنيم أشكرك شكرا جزيلا. وفي مصر أيضا قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقابل